Bye.
تصدق الحديث بحديث آخر لسيدنا جابر عليه رحمة الله. سيدنا جابر قال: سيدنا جابر كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غادة العزاء، يعني في جنة الخلد، وكان معنا الحسن والحسين، وكان يدعى ذاك على ملكة جنته ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشتيان على رسول الله، وكان يشتيان على رسول الله. فسيدنا جابر يقول: يا رسول الله، أقمت تروحه؟ يقول له: انظر يا جابر، دعه شوية سكت، تعمل سكت، تعمل على عقلنا. يا رسول الله، أقمت تروحه؟ يقول: انظر يا جابر، يا رسول الله، أقمت تروحه؟ يقول: انظر يا جابر. Thank you.
ولده فوق ولا تعجل في حتى ياتيك رحمه. ماذا قال لي؟ Thank you.